اختلف أهل العلم في الكتابة على القبور هل تجوز أو لا تجوز، واتفقوا على أن الكتابة إذا كان فيها نعي للميت وذكر مآثره وأفعاله وهذا أنه لا يجوز، واختلفوا فيه إذا كان الذي يكتب هو مجرد كتابة اسمه مثلا أو تاريخ وفاته، اختلفوا في هذا، والأظهر العلم عندهم أنه جائز، أنه يجوز أن يكتب اسم الميت أو تاريخ وفاته، أن هذا جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإن تركه الإنسان من باب الاحتياط خروجا من الخلاف طيب، وإن كتب إن شاء الله لا بأس بذلك، والله أعلم. نعم.